شوف يا شباب، هسا انا اول بداية راح اجرب باليد بالجوستيك، اشوف الام اس اس شلون. راح اضغط باتجاه ال2، راح اظل ماسك ال2 مثل ما تشوفون بالكاميرا، راح تشوفون الام شلون دي يتبعه، مو بس من قريب يا ولد تقول انت بس من قريب ابو زهراء، هذا حتى من بعيد مثل ما تشوفون. خلي بس اوجه باتجاهها، هذه ال2 بس ضاغط ال2 مثل ما تشوفون، هذه بس ال2 مثل ما تشوفون يا ولد، دي يتبع الخصم مثل ما تشوفون. ونجرب بالماوس والكيبورد، هذا عندنا بالماوس والكيبورد يا ولد، خلينا نجرب بالماوس. هسه مثلا انا ايم باتجاهها وارفع الماوس لفوق مثل ما تشوفون يا ولد، هذا من ناحيه الام اس اس بالماوس والكيبورد. اكو ناس تلعب ماوس وكيبورد واكو ناس تلعب جوستيك، هذه بس ال2 مثل ما تشوفون. خلينا نرجع بعد لورا، هذا ال2 هذا الماوس ما حاطه على الباده على مود تشوفونه، حتى من يقمز اللاعب مثل ما تشوفون يا ولد، يعني حتى من انت ايم ماتك حاطه على القاع او على الارض هو دي يتبعه، انت تبقى بعد ويا ايمك يصير السكريبت مره خرافي. هذا من ناحيه الام اس اس.